السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيو، جيت باش نشوف الجديد اللي داخل اليوم. واليوم كاين تخفيضات، غادي ندير لكم في الجديد، من بعد غادي نمشي للتخفيضات. واول حاجه لاحظتها جديده هي هاد الساعه، هذه اللي فيها ساعه دائريه وفيها النهار والشهر، جابوها بجوج الالوان كما مكتوب هنايا، كاين الاسود ومكتوب هنايا راه كاين حتى الابيض. الثمن ديالها 4 أورو 99 سنت. وكاينين حتى هادو اللي كنديروا فيهم داك المعطر نتاع الجو، كنديروا هنا المعطر والدخل الشميع لداخل. عندهم الاشكال رائعه بحال هذه تقليديه، وكاين الالوان اللي هي يعني سامبل بحال الازرق، بحال هاد الازرق الداكن. هادو هما الالوان، الثمن ديال 1 أورو 79 سنت. اما في هاد الجهه كيديروا فيها الاشياء اللي هي عندها العلاقه مع الغرف نتاع الاطفال. لاحظت جابوا هاد الخزانه اللي هي نتاع الخشب، وهذا نتاع الثوب، فيها جوج مجورات. كاين اما هكا اللون نتاع الوليدات، وكاين حتى اللون نتاع البنات. هذا كما كتلاحظوا اللي الثمن ديالهم 12 أورو و95 سنت. وكاينين هاد التيش لامب، حتى هادو بانوا ليا جدادين فاش كيشيو، لي الثمن ديالهم 5 أورو 95 سنت. وكاينين حتى هاد الكيسان بانوا ليا حتى هما جدادين، نتاع كوكاكولا اللي في باكية فيهم 3. واحد المرة جابوهم طوالين، هاد المرة جابوهم بحال هاد الشكل، الثمن ديالهم 1 أورو و99 سنت. ودخلوا حتى هاد الأغطية نتاع الطاولة اللي هما نتاع بلاستيك، هادو شوفوا الشكل اللي فيه، اللي فيه 140 على 250 سنتيم. كاين فيهم الاشكال الرائعه، كاين اما هكا وكاين هادي او لا هادي اللون الذهبي او لا اللون هذا الجري، فيه هنايا الوريدات. كاين هادي، شوفوا هادي دي الثمن ديالهم 5 أورو 95 سنت. وجابوا حتى هادو اللي كنحطوهم هكا في اليد باش كنحسو هكا شي حاجه سخونه من الفران، كيجي فيه جوج، هذا كبير كما كتشوفوا، كاين فيه اما اللون الاسود، كاين اللون الكري، كاين اللون البيستاج او الاخضر. الثمن ديالهم 3 أورو 29 سنت. وكاينين حتى هاد الحقيبه، هذه اللي هي خاصه نتاع البحر او نتاع لابيسيل، اللي نكتب فيه زوما. اللي عجبني فيه هاد الشيء اللي هو تقليدي، غادي نحاول نجبدها، راه هي كبيره، اللي الثمن ديالها 5 أورو و95 سنت. واما في هاد الجهه اللي عنده العلاقه مع الملابس، كيكون هنايا الاكسسوارات. لاحظت هاد ساعات جدادين نتاع البنيتات، هادو من 50 والفوق، كاين فيه اما هكا هاد الشكل، كاينه هادي، كاينه هادي، وكاين هادي نتاع الوليدات لي الثمن ديالو 4 أورو 95 سنت. واما في هاد الجهه، لاول مره كنديرها لكم هاد الجهه، حيت لاحظت واحد الحاجه بات ليا جديده، هذه اللي فيها عندها العلاقه مع نتاع الششوار نتاع الشعر والصباغه نتاع الشعر. لاحظت هذه راه هي المغذي نتاع الشعر، اللي فيه لداخل 5 نتاع هادو، هاد القراعي فيهم 5، كل اسبوع تقدروا ديروا وحده للشعر، لي الثمن ديالو 1 أورو و49 سنت. واما في جهه نتاع الاعمال اليدويه، هاد ديمو ما درتش لكم الجديد، قلت نشوف هاد الجهه نقدر يعني نفيدكم شي حوايج. وراح تخلو هذا جديد، هذا داير بحال الريش، راه هو ثوب فيه 5، كل واحد اللون ديالو. اللي عنده الاعمال اليدويه غادي يقدر ينفعكم في شي حوايج. شوف واش كاين فيه شي الوان، كاين الوان مختلفه كما كتشوفوا الالوان، اللي الثمن ديالو 94 سنت.
وكاين حتى هذا، راه هو توب فيه 8، كاين فيهم الاختلافات في الالوان كما كتشوفوا، هذا او لا هذا، الثمن ديالو 94 سنت. وكاينين حتى هاد الوريضات في الاعمال اليدويه قالوا لي جدادين، اللي في الباكيه فيهم 9 وفيهم الالوان، كاين اما هكا الازرق او لا الغوز، كاين الليله، الثمن ديالهم 76 سنت. وتاني في الجهه نتاع الاعمال اليدويه لاحظت هذه، هاد الاله اللي فيها القلم على ما اظن، كيتسارجا كش اللي بان ليا، تقدروا يعني تكتبوا على الخشب على اي حاجه. الثمن ديالو 2 أورو 99 سنت. وكاين هنا حتى الورق الى تقاضى لكم هذا وبغيتوا تستعملوا شي ورق اخر بحال هذا النحاسي، بحال هذا الفضي، كاين هذا الكيبري، كاين لون الليلة، كاين الاحمر، الثمن ديالو 99 سنت. واما في الجهه نتاع التخفيضات كما كتلاحظوا، غادي ندير لكم باول حاجه هما هاد الاغطيه او اللي كنحطوها فوق البونش، هادو فيهم 140 على 200 سنتيم، رجعوه ب 6 أورو 29 سنت، اللي فيهم الالوان كما كتلاحظوا، هاد اللون هادو. وكاينين نفس الطريقه فقط الحجم، هذا فيه 180 على 220 سنتيم، رجعوه ب 7 أورو و79 سنت، نفس الالوان. وداروا تخفيضات حتى لهاد الاله في هاد الوقت، صراحه غادي تصلح، هذه كتقضي على الناموس كما كتشوفوا، كديروها في البريس خدامه بالضو، وكتجمع الناموس اللي رجعوها ب 2 أورو 77 سنت. وداروا تخفيضات حتى الفوات نتاع البحر ولا البيسين، هادو راهما اكس ال اللي فيهم 100 على 200 سنتيم، فيهم الاصفر، فيهم الاخضر والجري، وهذا اللون اللي رجعوا ب 7 أورو 98 سنت. وكاينين حتى هاد الفوات، حتى هادو نتاع البحر كتفرشوا هكا في البحر او في البيسين، فيهم هاد الالوان، رجعوهم ب 2 أورو 99 سنت، اللي فيهم 90 على 170 سنتيم. وداروا تخفيضات حتى هاد الكؤوس، هادو نتاع القهوه نتاع بلاستيك اللي فيهم 5 في الباكيه، بحال هكا الواحد كيمشي للبيسين والبحر او للبيكنيك، فيهم جوج الالوان الابيض والكري، رجعوا ب 79 سنت. وكاين حتى المسات نتاع المعرق والفرشات والمواس، هكا الواحد دابا كيكثر بزاف من لابيسين، فيهم الالوان كاين الكري، كاين اللون الاخضر والابيض، رجعوها ب 79 سنت، اللي فيه 15 بياسه الداخل. وكاينين حتى الزلايف، حتى هما فيهم 5 وبنفس الالوان، رجعوهم 79 سنت. والتباصل حتى هادو نتاع بلاستيك، حتى هما فيهم 5 وبنفس الالوان، 79 سنت. وكاينين حتى الطاسات، 5 كما العاده بنفس الالوان ونفس الثمن، 79 سنت. وداروا تخفيضات حتى للقشرات، هادو اللي هما تقاش الخاصين نتاع الاحذيه نتاع الرياضه، اللي في الباكيه فيهم جوج وفيهم 3 نتاع الالوان، الابيض الكري والاسود، رجعوه ب 99 سنت. وكاين تقشات اللي هما نتاع فصل الشتاء، هادو سخيخين كما كتشوفوا، كاين فيهم الالوان، كاين هذا وكاين هذا، كاين بزاف نتاع الاختيارات، كاينين هادو اللي رجعوهم بأورو و29 سنت. وكاين الملابس الداخليه نتاع النساء، هادو اللي في الباكيه فيهم جوج وفيهم الالوان، كاينين هاد الالوان كامله، وكاينين هادو نتاع الرجال حتى هما بنفس الطريقه، جوج في الباكيه، هادو نتاع الرجال الثمن ديالهم 3 أورو و38 سنت، وهادو نتاع النساء الثمن ديالهم 2 أورو و68 سنت. وداروا تخفيضات حتى الصباغه نتاع الاظافر نتاع هاد الماركه، تحت هنايا 3 نتاع الالوان اللي بالو ليا هنايا كما كتلاحظوا، اللي رجعوهم 99 سنت. وكاينين هادو المبرد نتاع الرجلين، ولكن باقي ما حطوش الثمن، كاينه هادي ما حطوش فيها الثمن، وكاينه هادي اللي كنت وريتها لكم في الفيديو اللي قبل، هادي اللي
اللي كتنشف لينا الصباغه نتاع الاظافر حتى هذه ما داروش ليها الثمن كيفاش رجعوها، وداروا تخفيضات حتى العطر نتاع الريجان نتاع ماركه نتاع اديداس هادو اللي رجعوا حتى 95 سنت، وداروا حتى الديو نتاع اديداس نتاع الرجال رجعوه بأورو و 39 سنت، والشامبو نتاع الرجال نتاع ماركه نتاع اديداس او هذا دوشكيل الثمن ديالو أورو 39 سنت، وداروا تخفيضات حتى لهاد هاد الكريم اللي هما او السبراي نتاع نتاع الشمس، هذا رجعوا بجوج أورو 39 سنت على حسب الدرجه نتاع الاستحمال، كاين 30 كاين 15 كاين هذا، وداروا تخفيضات حتى الكريم نتاع ماركه نتاع نيفيا رجعوها بأورو و 49 سنت، وداروا تخفيضات حتى لهاد الكيل هذا تاع الالوفيرا كيمشي هكا اليدين وكل شيء، كاين هذا وكاين هذا، هذا فيه الورد مع الالوفيرا الثمن ديال أورو و 69 سنت، وكاين تخفيضات حتى لهاد الكريم هذا اللي هو ضد نتاع الناموس هذا رجعوه ب 79 سنت، وداروا تخفيضات حتى لهاد الصوص، هاد الصوصات اللي هما رائعين، كاين هاد الصوص حاره وهذه اللي فيها المذاق نتاع البصله، وكاينه هذه نتاع الثومه وكاينه هذه، انا صراحه هذه ما تصلحش لكم هذه حيت هذه مايونيز، كاينه هذه اللي فيها الثومه والحار والابزار للثمن ديالها أورو و 15 سنت، وكاينه هذه هذا اللي هما ميكس اللي فيه الكاوكاو وهاد البغيتسل، كاينه اما هكا او لا هكا كيما داروا هنايا السمك، الثمن ديالو 89 سنت، وكاين هاد البسكوت نتاع توك، كاينه هاد اللي فيها البابريكا، وكاينه هاد اللي هي الاوريجينال نتاع توك الثمن ديالها 59 سنت، وداروا تخفيضات حتى لهاد المكسرات، كاينه هادي وكاينه هادي كاينه حتى هادي اللي هي ميكس رجعوها ب 99 سنت، وداروا تخفيضات حتى للنوكات، كاينه هادي نوكات اللي فيها الشكلاط والبرتقال، كاينه النوكات نتاع البيستاج، كاينه هادي نتاع اللوز وهاد الفواكه، كاين النوكات نتاع الكاوكاو والكراميل، هادو هما النوكات اللي داروا فيهم تخفيضات اللي رجعوهم 89 سنت، وداروا تخفيضات حتى لهادي هاد البسكويت اللي هما ميني اللي رجعوه ب 89 سنت،